اهلا بيكم في اخر حوارنا او الفقره الحواريه النهارده. بيشرفني وبيسعدني ان يكون متواجد معايا نجم كبير. صدقوني لما بعمل حلقه معاه بكون من يعني سعيد جدا. بيتكلم مع بعض اكننا مش قاعدين على الهواء قدام الناس، اتنين اصحاب. عشان كابتن سيد لاشين هو بيلعب وشفته، وفعلا اسطوره كبيره جدا في عالم التنس طاوله. كتب اسمه بحروف من ذهب زي ما قلنا على كابتن دينا مشرف، نجمة النجوم كابتن سيد لاشين، نجم النجوم في عالم التنس طاولة. التاريخ دايما هيذكر اسم كابتن سيد لاشين. خلينا نرحب بكابتن سيد لاشين. كابتن سيد منورنا ومشرفنا وبتسعدنا بضحكتك الجميلة دي. ربنا يبارك فيك يا كابتن خالد، متشكرين على الكلام ده. يعني مش عارف والله، انت حاسس ان انت بتجاملني؟ لا والله بص، انا مش بجاملك انت، بس انت عارف احنا حبايب وصحاب. لكن فعلا صدقني وجودك في عالم التنس طاولة في بهجة وفرحة على ناس كتيرة جدا في عالم التنس طاولة. يا نعمة من ربنا الحمد لله، انه المفروض الرياضة اصلا تكون احد اسباب السعادة يعني. حتى بالمناسبة دي، التحفيل والمشاكل اللي حصل الفترة اللي فاتت دي، انا شايف ان نأجلها خالص. احنا عندنا مشاكل كفاية في الحياة، فنخلي الرياضة دي مصدر سعادة مش مصدر معاناة بين الناس. حلو قوي دي، خلينا بس هنقف عند دي. زي ما رحبنا بيه خلينا نرحب على طريقه قناه الاهلي بكابتن سيد لاشين. نجح السيد لاشين نجم النادي الاهلي والمنتخب الوطني الاول لتنس الطاوله في تصدير المجد على الاراضي الاسبانيه مثلما حققها من قبل على الاراضي المصريه والعديد من الاراضي العالميه، رفقة الفراعنة وشياطين الحمر. يقدم لاشين حاليا مستوى مميز ومبهر مع فريقه أساسيا بورغيز الإسباني، وتوج معه ببرونزية كأس إسبانيا منذ أيام قليلة، ما دفع الصحف الإسبانية في التغني بإمكاناته ومهاراته الواسعة ليصبح قائد الأهلي مثالا يحتذى به للعديد من الناشئين والصاعدين، ليكون المثل الأعلى بسبب شخصيته المحبوبة والقوية داخل الملعب وخارجه. إضافة إلى قتاله على الكرات وعزيمته وروحه القتالية، هو ما تجسد في فوزه على الصيني المجنس وصاحب التصنيف رقم 7 عالميا خلال مشاركة الشياطين الحمر في البطولة العربية التي أقيمت بالمغرب سبتمبر الماضي. هو ما قاد النسر الأهلاوي لحصد اللقب الغالي على حساب نادي قطر القطري. أسطورة التنس الأهلاوي، خير سفير للعبة على أراضي الأندلس، يعلمه القاصي والداني، حيث أنه مثل مصر من قبل في 3 دورات أولمبية، كان آخرها عام 2012 في النسخة التي احتضنتها العاصمة الإنجليزية لندن، ونجح في بلوغ دور 32 ليصبح أول مصري وعربي وإفريقي يصل لهذا الدور في الأولمبياد. السيد لاشين اسم كبير داخل عالم تنس الطاولة المصرية العربية والإفريقية. قاد الأهلي والمنتخب الوطني لحصد العديد من الميداليات والبطولات التي سيستعرضها كابتن خالد العوضي مع نجمنا اليوم. لازم نستعرض معاه بصراحة حاجات كتيرة جدا جدا جدا، داخل النادي الأهلي بطولات وخارج النادي الأهلي بطولات، مع النادي ومع المنتخب ومع النادي الأسباني ما شاء الله عليه. سألته سؤال مهم جدا، كابتن سيد كم ميدالية عندك في الحياة؟ كابتن سيد عايزك ترد على السؤال ده، سألت لك بره الهواء. لا عايزك ترد عليها زي ما رديت. لا والله هو صعب الواحد يعرف يعد، يعني اللهم لك الحمد فضل ونعمة. بس دايما هي الميدالية اللي انا بحبها اللي جاية مش اللي فاتت. ايه الميدالية اللي انت حبيتها في حياتك وكل ما تشوفها حاططها جنبك في دولاب الكبير يعني بتاع كابتن سيد لاشين؟ لو هنتكلم على فردي ولا فرق؟ اختار اللي انت عايزه، اللي اختار اللي انت عايزه. لا الفرق اللي في اللي فاتت دي، الانديه العربيه اللي فاتت دي دي يعني ليها مكانه يعني كبيره جدا عندي، وموضوع بالنسبه لي مش ماتش كسبته مهما كان المنافس يعني. بس دي موقف وقفت فيه ومع واحد، طبعا الناس كلها كانت يعني راميه طوبه الماتش، والحمد لله رب العالمين يعني ربنا كان رايد ان انا اكسب الماتش ده وان الماتش يرجع، والحمد لله نكون سبب ان الاهلي يكسب البطوله دي.
فالماتش ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، والميداليه بالنسبه لي برضو يعني ميداليه ملهاش زي بالنسبه لي. ان انا الفرق عامه في حياتي كلها، حتى لما كنت بلعب منتخب كان الفرق اهم من الفردي عندي، ودايما بحب ميداليه الفرق هي دي الكبيره قوي عندي، اكبر من الفردي ايا كان هو ايه، الا لو انا بلعب فردي بس. لو البطوله يعني انا بمثل اسم الاهلي او بس اسم مصر في بطوله فردي بس انا اللي بس اللي بلعبها، دي برضو بتبقى كبيره. مثلا زي ما الفرانكفون حصل، خدت 2 ذهب وتاني ما حدش عمل الذهب في الفرانكفون في تنس طاوله الحمد لله. بقى يعني ميداليات كتيره على خفيف كده على خفيف كده. كابتن سيد لازم تقول لي حاجه مهمه جدا. اتفضل. لعبت محلي دولي عالمي اولمبيات، ايه البطوله يا كابتن سيد لاشين عايز يلعبها لسه؟ لا مفيش. خلصت كل البطولات. الحمد لله يعني الواحد الحمد لله، بس ده اعلى حاجه ممكن الواحد يوصل لها يعني الاولمبياد والورد كاب والتشامبيونز ليج مثلا. يعني هو دي عشان العب تشامبيونز ليج لازم ما العبش باسم الاهلي. ها هي دي المشكله. ده مستحيل. ما فيهاش تفكير، مش مستحيل يعني، حاجه ما بتعديش على بالي اصلا. مفيش، ما تنفعش. لا ما تنفعش. يعني اي احتراف جالك لازم يكون النادي الاهلي شريك معاك. لا مش شريك، هو الاول يعني قبل اي حد. يعني شريك يعني قصدي ان انت لازم تلعب له. ده لازم، ده الاساسي يعني. هم الاساسي. انا ببقى لما يجي حد مثلا بيجي يتكلم معايا في اتفاق او انا عايزك تلعب معايا في النادي او بتاع، انا بلعب في النادي الاهلي. تمام. فالاولويه لو في اي تعارض بين ماتشات هتبقى للنادي الاهلي. تمام. موافق على كده اهلا وسهلا، مش موافق خلاص ادي لي انت. كذا مره جالك عقود احتراف وباظت بسبب الموضوع ده. كتير. الحمد لله. النادي الاسباني متواجد فيه كابتن سيد لاشين بيسطر تاريخ جديد في اوروبا. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. ماشيين كويس قوي في الدوري. احنا دلوقتي حاليا تاني. يمكن من اسبوعين كنا تالت، بس الحمد لله المره دي تاني. ان شاء الله مسافر كمان يمكن اسبوع، اقل من اسبوع. عندنا ماتشين ربنا اراد ان شاء الله وكسبناهم نحافظ على التاني ده. الاول صعب شويه. الاول صعب. ليه؟ فرقه كوكتيل غريب كده من المجر ومن اسبانيا ومن ما هو البرتغال. الثلاثه كويسين جدا والموضوع صعب. احنا معانا في الفرقه في برضو نقطه ضعف، ان احنا الثالث بتاعنا ضعيف شويه، فبتنزل في الماتشات الجامده دي خسران 2-0، بتعتمد ان انا اكسب ماتشين واللي معايا يكسب ماتشين. فعشان كده لما الفرقه بتبقى مثلا زي الفرقه اللي هي بريجو دي اللي هي رقم واحد، هما الثلاثه الماتش ملعوب معاهم، يعني مش ضامن ان انا اكسب الاثنين، ولا زميلي اللي هو رقم 2 في الفرقه ضامن ان هو يكسب الماتشين. فالموضوع صعب، وانت بنازل بادئ الماتش 2-0 خسران 2-0 بادئ المباراه. ده في اللي هو مع فرقتنا مع بريجو، مع الفرقه اللي اسمها بريجو. فبتبقى خسران 2-0 ومع فرقه انت اصلا بتلعب ماتشين ملعوبين وزميلي بيلعب ماتشين ملعوبين، وارد ان انت وارد ان انت تخسر وارد ان انت تكسب. تمام. فالموضوع صعب، وهم دول اللي خسرنا منهم في سيمي الكاس. اهتمام الاعلام الاسباني هناك بالتنس طاوله متواجد ولا برضه قليل زي مصر؟ يعني مش زي مصر، بس احسن شويه يعني. طبعا لو طلعنا قناه الاهلي بره الموضوع. تمام. لا هم مهتمين بالموضوع، الماتشات بتتذاع. تمام. الاقل حاجه بيذيعوها اللي هو البلد يعني. مثلا زي لو بطوله في القاهره هتلاقي تلفزيون القاهره بيذيع دي لايف. تمام. ليهم قنوات رياضيه في كل بلد. لو في الاسماعيليه هيذيعوها كده يعني. البلد اللي بيتعمل عندها البطوله بتبعت كاميراتها وبتقعد تعمل تذيع الماتشات لايف من الاول لحد ما تخلص. كابتن سيد لما راح اسبانيا قعد تقريبا لمده شهر تقريبا، قعد هناك تتمرن اول مره. ايه الفرق بينه وبين النادي الاهلي، او ايه فرقه بينه وبين مصر بصراحه شديده بالنسبه لي؟ ولا التمرين نفسه والكواليتي بتاع التمرين؟ كواليتي التمرين كويس. تمام. كتمرين اللعيبه اللي انا بتمرن معاها هم صغيرين شويه في السن، بس اللعيبه كويسه، مستوى الفني كويس، يقدروا يمشوا التمرين كويس. فبالنسبه لي الفني كويس، مش وحش يعني، اقدر اعيش بيه اكمل بيه يعني. الميزه في الموضوع ان انا ببقى شبه في معسكر. تمام. مفيش اللي هو انت هنا في بيت وعيله وحاجات كتير بتحصل، هناك انت تمرين بس. بس هناك برضه بيت وعيله بتليفونات. بس يعني التليفونات اقل من المشاوير. اقل من المشاوير اللي هنا يعني. حسين وخديجه اكيد برضه يعني تليفونات بابا كده يعني. لا مفيش حل حسين ده بصراحه. ايه بقى؟ بيقعد معاك ايه؟ لا بيطلع عيني. بيطلع عينك. لا وكمان ما شاء الله يعني خدوجه ما شاء الله يعني ربنا يبارك فيها، مطلعه عين الصاله كلها.
كل الناس. حسين ابتدى يلعب بينج دلوقتي، بيتمرن في الاهلي. بدا فالتمرين بيبوظ لما خديجه تنزل. الاثنين بيبوظوا التدريب. لا، حسين بيتمرن على الترابيزه وخديجه بتبوظ ترابيزه التمرين. بتساعده يعني على التدريب. كويس جدا. كابتن سيد، اكيد لما بترجع على مصر بتلاقي فيه اختلافات، لكن بتتاقلم سريعا مع اسبانيا. دلوقتي بقيت بتروح 3 4 ايام وترجع تتمرن في مصر وهكذا. تعب على كابتن سيد ولا ده احسن حلول بالنسبه لك؟ هو ده احسن حل. انا جربت اللي هو الاحتراف الكامل، لان انا قعدت في فرنسا شويه، قعدت 9 شهور هناك او 10 شهور، كان بعد ما اتجوزت على طول كمان. فلا، انا العيشه بتاعت بره دي ما تنفعنيش. فانا بيبقى صعب عليا ان انا اعيش مده طويله بره. اقصايا لو معسكر ومعايا ناس وحاجات كده ممكن اطول شويه، اقعد شهر مثلا ولا حاجه. انما لو طالع لوحدي لا، بيبقى صعب عليا قوي الموضوع بصراحه شديده. الاولمبيات، وفي خبر النهارده لسه قايلينه كابتن دينا مشرف وتعلقها الكبير ووصولها الى الاولمبيات عن طريق الفردي والزوجي والفرق. ما شاء الله، تبارك الله. حاجه مهمه جدا. حظوظ نجومنا ايه في الاولمبيات اللي جايه؟ انا لو انت عايز عايز لا، اللي هو انا شايف ان هو يعني الكلام بتاعي ما حدش يزعل منه، ان يبقى واحد عنده طموح ان هو يجيب ميداليه اولمبيه. دي حاجه لطيفه يعني، حاجه الناس تحمد عليها يعني. بس على ارض الواقع الموضوع صعب جدا يعني. ليه مش صعب؟ مش صعب، هو مستحيل يعني بالنسبه لي. ليه صعب ان انت بتنافس ناس الموضوع عندهم حياه وموت. تمام، انت في الصينيين او اللي هو جنوب شرق اسيا كله، الموضوع بالنسبه لهم حياه وموت. واحنا عدد الميداليات اللي متاح في الفردي 3. تمام، الثلاثه دول بيتنافس عليهم ممكن 20 واحد او 30 واحد، ممكن منهم 4 أو 5 هو اللي ضامن ان انت دول هيوصلوا دور الـ4. انما بقيه الـ20 واحد دول الموضوع صعب جدا، بيموتوا بعض عشان يخشوا الـ8 مثلا، لو حد يعرف يخش الـ8. كابتن سيد لاشين في الاولمبيات وصل الدور الـ32، وكان اول لاعب عربي وافريقي الحمد لله يكون متواجد. قدرنا يعني، ممكن الناس تقدر تعمل ده؟ لعيبه او لاعبات يقدروا. يعني ممكن، اصل انت يعني ممكن توصل لادوار، ممكن يوصلوا 16. تمام، بس حته الميداليه دي انا شايفها ان بوجهه نظر فنيه بعيده كوجهه نظر فنيه. انما طبعا انا اتمنى لهم، ربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله كلهم، ويجيبوا لو يقدروا يجيبوا. دي حاجه مهمه جدا، التركيز في لعبه التنس طاوله هو التنس طاوله. الكلام ده صح ولا غلط؟ مش تركيز بقى، تركيز ساعه الماتش يعني. ولا تركيز عموما؟ لا، هو عموما انت بتلعب تنس طاوله لازم تكون مركز في كل حاجه. ما بتسمعش حد بره وانت بتلعب؟ بعض ماتشات. بعض ماتشات؟ مش شايف اي حد؟ لا، في بعض ماتشات. اللي هي لو في ماتشات مثلا الموضوع مش مستاهل او مش مستحمل ان انا عيني تطلع بره الحواجز، خلاص ببقى زي ما قبل كده قلت لك، كاني بلعب سكواش، مش شايف غير حيطه قدامي والمدربين بتوعي وخلاص. في بعض ماتشات الموضوع بيبقى سهل شويه وبتاع، ممكن بتسمع. انما لو هو الموضوع ماتشات مثلا مصيريه او حاجه، بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اشوفش غير المدربين بتوعي والمنافس بتاعي والكوره والمضرب وخلاص. منتهيه. ده شيء منتهي. ليه دايما بحس في بطولاتك يا كابتن سيد بصراحه شديده اللعيبه بتجيلك انت؟ كابتن الفريق او الاب الروحي، مش عايز اكبرك قوي لان انت لسه شباب 20 سنه يعني، الموضوع لسه و20 سنه عشره 20 سنه عشره فيعني ليه فعلا بحس ان اللاعبين دايما بيروحوا سيد لاشين؟ في علاقه بين كابتن سيد لاشين واللاعبين؟ ما هو انا معاهم، انا لعيب معاهم، انا مش يعني انا معتبر يعني ما بحسش انت لعيب معاهم. انا ككابتن فريق. كابتن فريق كويس. تمام، اكبر واحد في فرقه الرجال، ويمكن كمان من الحاجات اللي انا بعتز فيها ان انا تقريبا اكبر واحد في النادي الاهلي، اكبر لاعب في كل الايفنتات في النادي الاهلي. يعني مش هنكبرك قوي. لا بس نقول الحقيقة. مبسوط. مبسوط. هي حاجة تسعدني يعني. أكيد. أنا مبسوط بيها جدا والله. اللعيبة إخواتي وأصحابي. تمام؟ وبنخرج مع بعض وبنروح وبنيجوا مع بعض. في كيمياء معاك يا كابتن سيد. وبتمرن معاهم. والمنافسين نفس القصة. يعني المنافسين أنا بلعبهم زي ما هم بيلعبوهم، فممكن أكون بحس إحساس الماتش أكتر مثلا يعني. هم بيبقوا حاسين إن أنا وأنا في الموقف ده هعمل إيه، أو هم هيعملوا إيه مكاني يعني. أو هم هيعملوا إيه مكاني. تمام؟ بتفرق معاهم الحته دي كويس. زائد ان ده طبعا يعني اللي هو الاساسي في الموضوع ده كابتن اشرف عبد الفتاح، كابتن عمرو رضا، كابتن اشرف صبحي. تمام، هم دول الاساس. لو هم مش واصل للعيبه ان احنا كلنا تيم واحد، تمام، كجهاز، لان انا
ككابتن فريق محطوط يعني بين اللعيبه وبين الجهاز يعني بين الاثنين. فبناء على ان هم يعني الكباتن مدياني الفرصه ان انا ممكن هم حتى في الكوتشنج هم اللي دايما بيقولوا الكوتشنج الاول وبعدين انا لو في حاجه او معلومه او حتى تشجيع مش لازم اتكلم خالص بس مش يعني بشجع وشد حيلك وربنا يوفقك ده بيبقى كفايه عليهم ان اللعيبه تنزل تعمل المجهود كويس لان هم شايفين ان انا بعمل الكلام ده فهم يقدروا يعملوا الكلام ده وهم احسن مني كلهم يعني الحمد لله. ودي علاقه كابتن سيد لاشين باللاعبين الكبار لكن علاقته ان هو يكون القدوه والمثل للاعبين الناشئين لازم نشوفها دلوقتي. مين مسك اعلى في تنس طاوله؟ كابتن سيد لاشين. اشمعنى كابتن سيد لاشين؟ لا اكيد اكيد يا جماعه طبعا انا مقدر بحجم واسطوره كابتن سيد لاشين واكيد هو فعلا هو الهيرو للتنس طاوله اسطوره كبيره جدا في عالم التنس طاوله على مدار تاريخ التنس طاوله لكن فعلا اكيد لازم نساله السؤال ده اشمعنى اخترت كابتن سيد لاشين؟ عشان انا كنت بتفرج عليه وانا صغير كنت معجب يعني معجب بلعبه وكنت بحبه قوي وانا صغير فانا شايفه ان هو اجمد واحد في مصر اجمد واحد في مصر. لعبت مع كابتن سيد لاشين في ملعب واحد يعني رحت اتمرنت معاه قلت له يا كابتن عايز العب معاك جيم ولا ما حصلش الموضوع ده؟ ممكن اكون لعبت معاه مره او مرتين تمرين خلص عليك في التدريب. قول لي بجد والله اتعلمت ايه من كابتن سيد لاشين؟ لو ازاي ابقى يعني طموحاتي وابقى راجل جوه الماتش ملتزم جوه الماتش اكيد اكيد الالتزام شيء مهم جدا اكيد الرياضي الملتزم اكيد الملتزم زي ما كابتن مروان بيقول اكيد الرياضي الملتزم شيء مهم جدا القدوه شيء مهم والقدوه قاعد معايا كابتن سيد لاشين مروان جمال لاعب النادي الاهلي كل لعيبه التنس طاوله كابتن سيد لاشين علاقتك ايه بالناشئين في النادي الاهلي؟ هو جمال ومروان ابوك كنت بلعب معاه زمان بابا فانا كنت لسه في اسكندريه الاسبوع اللي فات فابوه كلمني قال لي يعني الواد يطلع يقول قدوتي سيد لاشين ما يقولش ابويا مثلا. لا والله يا كابتن سيد بجد القدوه شيء مهم جدا في الحياه اكيد. كان مين قدوتك في تنس طاوله؟ اشرف صبحي مدربي كابتن اشرف صبحي بالظبط اللي بتكسبه برضو على طول هي ملهاش علاقه بالمكسب والخساره خالص القدوه ده قصه تانية يعني اشمعنى اخترت كابتن اشرف صبحي؟ يعني هو ليه ما اختاروش؟ يعني هو السؤال ممكن يتسال بالعكس ليه ما تختارش اشرف صبحي كقدوه ليك؟ راجل ملتزم اخلاقيا قبل ما شاء الله قبل رياضيا عارف هو عايز ايه بالظبط محدد اهدافه في يعني في الوقت ده انا ما كنتش لسه يعني كنت صغير عندي 15 16 سنه وشفته تمام هو عارف هو رايح فين انا بتمرن ليه انا بعمل فيتنس ليه هو عارف اتجاهه ورايح للسكه اللي هو عايزها او للهدف اللي هو عايزه تمام فده اسهل حاجه ان انت توصل يعني للهدف اللي انت عايزه في حياتك فانا بالنسبه لي انا لقيته الراجل بيتمرن ومركز وعارف هو عايز ايه حبيت الستايل ده تمام بعد شويه ابتديت اسافر بقى مع منتخب رجال وبتاع واقعد معاه يعني بقى في الاوضه بنسافر مع بعض وبتاع فلا لقيت ان فعلا ده يعني ده يتعمل له تماثيل مش تمثال واحد راجل بسم الله ما شاء الله يعني اخلاقيا ملتزم جدا دينيا ملتزم جدا رياضيا كل الناس اللي لعب بيها يعني الانديه اللي لعب فيها مفيش واحد قال عليه كومنت مش مظبوط فانت طب انت عايز ايه من قدوتك يعني تختار قدوه غيره ليه او حد تاني غيره ليه في ناس بتقيس ان القدوه ده فنيات تمام بس ماشي اوكي انا معاك ان الفنيات دي ممكن واحد يستغلها وهو بيلعب على الطاوله بس في الاخر ممكن القدوه ده اذا كان هو بيلعب تمام ممكن ده امكانيات ربنا حاططها فيه مش عند حد تاني انما اللي احنا كلنا نقدر نعمله ان احنا نكون اخلاقنا كويسه ولعيبه كويسه ومحترمين والحاجات دي هو ده اللي بالنسبه لي ده الاهم لان ده اللي بيدوم. دي رساله من كابتن سيد لاشين للناشئين النادي الاهلي او ناشئين مصر في التنس طاوله بصفه عامه؟ اتمنى ان هم لو هم لو انت عايز تحسبها رساله اتمنى ان فعلا الاخلاقيات دي ايه الرساله؟ الاخلاقيات صعبه قوي ولا التحفيل اصعب؟ التحفيل بين الاهلاويه والزملكاويه تمام على طول عجبتني الدخول في الموضوع لا هو عموما التحفيل ده انا بحب الاهلي ومش عايز الاهلي لو بيلعب اي حد في الدنيا يخسر تمام بس ده ملوش علاقه بالمنافس
تمام؟ يعني انا افرح للاهلي اه، بس مالي انا مالي بالزمالك ولا مالي بالاسماعيلي ولا مالي مالي بالمنافس بمعنى صح ايا كان هو مين. تقول لي الجماهير ايه يا كابتن سيد؟ بصراحه شديده هو بيحبوا كده، السوشيال ميديا مسخنه الامور قوي. اللي بيحب الاهلي يفرح للاهلي ويزعل على الاهلي او يزعل من من الماتش او من الخساره، انما ملهاش علاقه خالص بالمنافس. تمام؟ الا يعني في حاجات كتير، حاجات قليله لو في حد تجاوز حد يرد عليه وخلاص بس انتهى الموضوع. المسؤوليه اللي بتقع على نجوم جميع اللاعبين الكبار في الفرق لازم يكون عندهم مسؤوليه مجتمعيه داخل الرياضه. تقول لهم ايه؟ من يومين يوم فاينل البطوله العربيه بتاع الفولي بول تمام، انت شفت المنظر بتاع كابتن عبد الله بصراحه وراح واسا كابتن بتاع الزمالك تمام، وما فيش حاجه يعني احنا كرياضيين احنا مع بعض كويسين تمام. طب عبد الله ورضا هيكل بصراحه كان منظر ليه جميل. ليه وانا عملتها قبل كده وزملاتي عملوها مع ناس قبل كده في اللعب عندنا تمام. ليه انتوا الجماهير تمام ليهم يعني سبورت خيالي بالنسبه لنا احنا كلاعيبه طبعا تمام، واحسن يمكن هو دايما زي ما بيقولوا كده اللاعب رقم واحد في كل حاجه تمام. بس انت لو وجهته بس الاتجاه بتاعك كله فرحه للنادي اللي انت بتشجعه او فرحه للنادي اللي انت يعني نفسك ان هو يكون في المكانه رقم واحد في العالم خلاص انت مش هيبقى عندك بال اصلا للانديه الثانيه او لمشاكل الانديه الثانيه. رساله بتوجهها للجمهور او بتوجه رساله للجماهير، بنقول لهم اللي فرحنا واللي زعلنا النادي بتاعنا، النادي الاهلي الكبير العظيم، مالناش دعوه بالانديه المنافسه، مالناش دعوه بيهم، مالناش دعوه بالتحفيل، عايزين نروح في حته تانية خالص. شيء مهم جدا، وكمان نجومنا الكبار في كل الالعاب في كل الانديه لازم يكونوا على قدر المسؤوليه داخل الملاعب عشان يقدروا الكلام ده ينطبع على الجماهير. لسه من يومين حصل مشكله في الدوري المانيا، بايرن ميونخ مع فرقه وفي تحفيل في الملعب مع اونفرهايم، وحصل تحفيل لكن في الاخر رئيس النادي نزل الملعب مع رئيس النادي الاخر ومشوا في وسط الجماهير و15 دقيقه ما تلعبوش. رساله مهمه جدا من جماهير المانيا لكل العالم، ان في الاخر او من الناديين الكبار في المانيا رساله مهمه جدا لازم تكون متواجده داخل ملعبنا. ما صنعتش اسمك من فراغ، في ناس كبيره او ناس كتيره ورا كابتن سيد لاشين في صناعه اسم سيد لاشين. كتير كتير والحمد لله لسه مستمرين، يعني الداعمين ليا كداعمين فنيين او معنويين موجودين في حياتي لسه ما راحوش في حته. لاشين بقى البابا ابويا الوالد اكيد طبعا ده اكبر دعم ليك يا كابتن سيد معنويا طبعا واساسا يعني عمره في حياته ما بخل عليا بحاجه او على عائله عشان بس ما يعني ما اختصرش وعلي ومحمود طبعا والمدام وكله لا عائلتي كلها تمام، من اكبر واحد فيهم ابويا لان ابويا اكبر اخواته برضو تمام ان شاء الله. فابويا يعني المتمثله في العائله كلهم واقفين في ظهري وعمرهم ما اتاخروا عني في حاجه. عائله كابتن سيد لاشين كلها بتلعب تنس طاوله، اخواتك واولاد العم لا لسه اللي في الاولاد كمان هتخليه يتمرن معاك ولا هتمرنوا على ايد مدربين عاديين جدا وتسيب الولد يلعب؟ ده لا هم بيتمرنوا في النادي، بيتمرنوا في الاهلي يعني ولادي ولاد علي بيتمرنوا في الاهلي. كويس تمام ده جميل جدا. كابتن سيد لاشين هيقعد يلعب مع ابنه هيعلمه ولا هيسيبه للتدريب في النادي الاهلي؟ بصراحه هكمل لعب لحد ما هو يلعب معايا طبعا مستنيين اكيد. ده حاجه اشرف صبحي عمل دي قبل كده، قول لي فضل يكمل لحد ما ابنه لعب معاه في بطولات جمهوريه. بس انت في بره الهوا كابتن سيد لاشين قال لي حاجه مهمه بره الهوا، والهوا ده بره الهوا حاجه وجوه الهوا حاجه. في واحد صاحبه اداله نصيحه وهو بيعمل عمره في السعوديه، عايزين نعرف النصيحه دي كابتن سيد لاشين عمل معايا. قول لي يا كابتن سيد عمل معاك ايه صاحبك في السعوديه؟ انا مواليد 9/2 كويس 9 فبراير 9 فبراير الاخ محمد حسين مذكورا ده كده على الهوا بقى خلاص هو اهلاوي اهلاوي يعني صميم فانا ابي يعني عملنا العمره وبتاع وخلاص ورايح على جده كويس. فانا عيد ميلادي بعد ما اوصل تاني يوم تمام، يعني بعد ما اسافر هيبقى تاني يوم عيد ميلادي ان شاء الله. كويس سافرت ووصلت القاهره وبعدين طلعت على اسبانيا وصلت اسبانيا يوم 9 يوم عيد ميلادي. كويس تمام. هو وانا في جده قال لي كلمه، قال لي 40 الا يوم غير 40 ويوم، يبقى 40 الا يوم كنت في السعوديه
40 اليوم لا كنت وصلت مصر 40 كويس. اليوم كويس كنت سعى الكلام ده 40 اليومين كويس وعملت خلاص عملنا العمره و40 اليوم كنت في مصر ها 40 40 كنت في الطياره رايح كويس. اسبانيا 40 يوم بلعب الماتش حلو قوي في اسبانيا اه ايه اللي حصل ايه اللي حصل بقى كده يعني احكي خلص عليك جالي كرامب في رجلي غريب اول مره تجيلي في ال40 في ال30 سنه اللي لعبت يوم بينك او اقسم بالله انا جالي بالظبط 9 كل في 5 جيم يعني هما بونتين ومنهم بونت اللي انا كسبت فيه وجالي الكرام فيه يعني 10-9 ب10-9 انا ليدنج اكسب بونت اكسب الماتش فاول ما اول ما جالي الكرام ده افتكرته لو طب خليني بس افرح يومين بدخول ال40 خسرت المباراه دي انا كسبتها لا كسبتها الحمد لله كسبتها ده انا توفقت جامد بعد الاصابه قلت بلاش بقى احسن ما مشاكل تقول لي جماهير النادي الاهلي ايه النهارده وهم مستمتعين ودايما بيكتبوا على كابتن سيد لاشين كلام جميل قوي بصراحه ربنا يبارك فيهم وهم يعني هم زي ما بيتقال كده ان هم اللاعب رقم واحد في النادي وده اهم لاعب موجود وفي حاجه مهمه قوي انت بتشجع النادي الاهلي تمام يعني انت في حته تانية ما تفكرش في حاجه تانية ما تقربش ما تفكرش في حاجه تاريخ بيتكتب وبيتسطر انت في النادي الاهلي لو طلعت اي رقم في اي لعبه في اي حاجه تمام ولغه الارقام ما بتكذبش هيبقى الاهلي في حته تانية فلو سمحت شجع الاهلي وانبسط بالاهلي ما تفكرش في حاجه تانية ولما بيشدوا على التحفيل على لعيبتنا تقول لهم ايه؟ الله ما يعني خف شويه لا اللي هم السوشيال ميديا بصفه عامه الاهلاويه؟ اه طبعا من حريتهم على الاهلي مش اكتر من حريتهم اه يعني هم يعني اصل انا لعيب استفدت من النادي الاهلي استفدت اسمه استفدت فلوس واستفدت شهره استفدت حاجات كتير انما المشجع ما استفدش حاجه ما بياخدش حاجه هو بيحب الاهلي بيفرح بيحب الاهلي حب من قلبه للنادي للكيان تمام فحرقته بتبقى مختلفه حرقه اولياء الامور وتعبهم وراء اولادهم شيء مهم عايزك توجه رساله لاولياء الامور عشان يخفوا ضغط شويه على اللاعبين بصفه عامه بالنسبه للصغيرين في مشكله مثلا يعني خلي العيال تستمتع بحياتهم يعني دلوقتي بشوف اطفال لسه 5-6 سنين زي ابني كده يعني انا النادي يلا رايح النادي جاي من النادي روح النادي رحت مره برايفت روح الموضوع كتير طفل صغير هيعمل ايه لازم يستمتع بحياته عشان لما يكبر ما يبقاش عنده مشاكل من جواه نفسها ده لازم مركز شباب النصريه الظهريه ولا الرمل مظبوط اه ولا سبورتنج ولا الاهلي بتروح مركز شباب الظهريه قليل ليه عشان لما بنزل اسكندريه يبقى يعني هو يوم فيبقى دوم سلبات للعيله ونادي الرمل ما هو جنبه هما الاثنين جنب بعض يعني لو رحت ده هتروح ده هما محطة قطر ده هنا وده هنا لسه يعني لسه بتروح وتشوف اصحابك هناك انا على علاقة باصحابك على علاقة اصحابي من وانا عندي 10 سنين لحد دلوقتي اغلبهم هما موجودين في حياتي زي اسطورة التنس طاولة لسه عندها طموح في التنس طاولة؟ طول ما انا ماسك المضرب في طموح مش عايز اقول لك السؤال الاخير بس نورتني وشرفتني بجد يا كابتن سيد طب قول لي السؤال الاخير لا مش هقدر اقول عايز تلعب 10 سنين كمان بس قول اجابه السؤال ايوه او اقول السؤال اقول السؤال ناوي تبطل امتى؟ لا بالعكس ناوي لسه تجيب بدلات ان شاء الله باذن الله كتير انا قلت لك الميداليه اللي جايه هي دي المهمه بالنسبه لي دايما لما بدل في حاجه قدام هو ده انا مركز فيه ان انا اركز في الخطوه اللي قدام ما شاء الله عليك ابطل امتى؟ عشان السؤال ده لطيف ها لما نادي الاهلي يقول لي بطل بس ما فيش حد ان شاء الله لا ما فيش حد تاني صاحب القرار ان انا بطل غير النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي مش هقول لك كابتن سيد لاشين بطل لانه فعلا اسطوره كبيره اسطوره تاريخيه اسطوره اتكتبت في تاريخ النادي الاهلي في نجوم النادي الاهلي في جميع الالعاب الله يكرمك ربنا يبارك فيك نورتني وشرفتني الله يكرمك ودايما متالق ودايما كده مبدع حبيبي ربنا يبارك فيك بجد استمتعت بالحوار مع نجمنا الكبير واسطوره التنس طاوله كابتن سيد لاشين خليكم معانا يوم الاربعاء باذن الله منتظرين نجوم كره الطايره في النادي الاهلي عشان نحتفل معاهم في البطوله العربيه لو كان الامور ما تسمحش ان شاء الله يكون عندنا برضو نجوم اخرين تزورونا الاربعاء من 7-8:15 في اخر الحلقه بشكركم والى اللقاء